السلام عليكم ورحمة الله، يارب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده عرض الضبط المصنوع للهاتف سامسونج جالاكسي جراند برايم برو موديل الجهاز جا 250 اف. إعادة ضبط المصنع اللي قدامنا في الفيديو ده دلوقتي بنعملها في حالة نسيان النمط أو كلمة مرور الشاشة. لو فاكر النمط أو كلمة مرور الشاشة تقدر تعمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات، لأن إعادة ضبط المصنع اللي موجود قدامنا في الفيديو هتقفل الجهاز على حساب جوجل. لو مش معانا الحساب او ناسي كلمة السر، اسفل الفيديو هتلاقوا رابط لفيديو تاني هنتعرف من خلاله طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الهاتف. بنحذر يا جماعة، اعادة ضبط المصنع اللي قدامنا في الفيديو او من داخل الاعدادات بتمسح كل البيانات والداتا اللي موجودة على الجهاز. في البداية بنحاول نقفل الجهاز خالص. الجهاز هيطلب مننا رسم النمط، بنشيل البطارية وبعدين بنرجعها تاني. بنضغط على زر الباور وزر الهوم وزر رفع الصوت، التلاتة مع بعض ضغطة مطولة. أول ما يظهر شعار سامسونج بنرفع ايدينا من على زر الباور وبنفضل ضاغطين على باقي الزراير. بيظهر شعار الأندرويد زي ما احنا شايفين في الفيديو، بنرفع ايدينا من على كل الزراير. بنستنى لحظات، الشاشة اللي قدامنا في الفيديو اسمها شاشة الريكفري اللي من خلالها هنعمل إعادة ضبط المصنع للهاتف. عن طريق زر خفض الصوت بننزل على اختيار ويب داتا فيكتور ريسيت، بنضغط اوكي بزر الباور، بننزل على يس وبنضغط اوكي بزر الباور مرة تانية. بعد إعادة ضبط المصنع الجهاز بيرجعنا تاني للصفحة الرئيسية للريكفري. بنضغط على أول اختيار ريبوت سيستم ناو عن طريق زر الباور علشان الجهاز يعمل إعادة تشغيل. الجهاز بيفضل على شعار سامسونج من 5 ل 8 دقايق. بعد إعادة تشغيل الجهاز بنختار اللغة، بنضغط بدء، بالتالي بنحدد الموافقة على الكل، بنضغط التالي، 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 ليس الآن،
قبول تخطي تخطي إنهاء. تم عمل إعادة ضبط المصنع للهاتف بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم وأكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أي استفسار أي مشكلة تراد التواصل أسفل الفيديو.